أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات من سورة يونس. يتكلم الله تبارك وتعالى عن أوليائه، وأهل السنة يثبتون أن لله تبارك وتعالى أولياء. دي أول معلومة تعرفها، إن ربنا عز وجل عنده أولياء، في أولياء لله تبارك وتعالى. الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعدين الأولياء في الإسلام ربنا تبارك وتعالى وصفه لك، ما خلاه ساكت. أي ذول يجي يقول لك ديل أولياء وديل أولياء، الله عز وجل أداك فيمتى ضوابط. الله قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. حاجتين: إيمان، يعني مشرك ما بخش في الولاية، إمتى؟ مشرك، عرفت كلامي؟ يشرك بالله تبارك وتعالى، مستحيل يكون ولي من أولياء الله عز وجل. ده ولي من أولياء إبليس، لأنه الله عز وجل قال: الذين آمنوا. أول حاجة تكون من المؤمنين، حتى بعد ذلك تكون من المتقين. الله قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والآية دي الآن بيأكلوا بها قروش ناس كتار خالص، إمتى؟ ويضيعوا بها دين بتاع أمة. الآن يضيع بالفهم السقيم لهذه الآيات صوفية، إمتى؟ في مشارق الأرض ومغاربها. واحد قبل ما يورطك طبعا بيغشك، والله عز وجل قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. يجيك لذلك، ده من شياطين الإنس، إمتى؟ محمد المنتصر لذلك كلب، إمتى؟ من شياطين الإنس، أفتح بلاغ، إمتى كلامي؟ يجيك يغشك بلاية دي يقول لك: ألا إن أولياء الله، أها الله يفرتك مخك، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب الآية دي صح حق، إمتى كلامي؟ الآية دي حق، لكنها بعدك يقول لك: ومنهم سيدي الشيخ زعموط، أها شيخك ده الحشر في الآية دي شنو؟ الله قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى، التقوى دي في القلب، انت قال التقوى دي وين؟ التقوى دي في القلب، انت عشان كده الاولياء ديل ما في ذول بيقطع الشك انه ده ولي من اولياء الله. تقول: نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، لا نزكي ولا نزكي على الله احدا، معليش، لكن ده ولي ابوك البرعي مثلا، يعني انت ده ولي او المكاشفي ولي من الاولياء او الكباشي او الصايم ديما، ديل اولياء. دي دائرة لا دليل تاني من القرآن ولا من السنة. أوعى تقول لي نمت وجاني الرسول في النوم، لا لا، قرآن وسنة. بعد ذاك نقتنع معاك إنه البرعي والمكاشفي والصايم ديما وغيرهم ديل أولياء. نحن عندنا الصحابة ديل أولياء قطع شك، ما في أي كلام، نمت، لأنه الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ديل أولياء وخشوا الجنة. عندك شك في الكلام ده يا احمد المنتظر زيرك ولا حامد السماني ولا اي صوفي مسكول ولا مكالمه كامله كبيره وصغير، يعني انت ديلك اولياء ودخلوا الجنه الصحابه رضوان الله عليهم. لكن الناس الاسي البعض الصحابه ديل نقطع الشك انهم اولياء، تقدر ما بتقدر، لكن تحسبهم والله حسيبهم. وبعدك في منهج بتقيس به، يعني الله قال: الذين امنوا وكانوا يتقون. نشوف الصوفية بتاعنا الليلة، ديل من الذين آمنوا ولا من الذين أشركوا؟ بتاعنا الليلة ناس محمد المنتظر الإزيرك، شيطان هذه الأمة والله الذي لا إله غيره. ده الرجل هذا ينشر الشرك والكفر بالله عز وجل. والزول ده لو كان حضر أبو جهل، أنت عارف الزول ده كان رطب، أكان ناس وناس قريش ديل دعموا دعم تقيل خالص، لأنه الزول ده بقول كفر وشرك بالله عز وجل، عجز عن قوله أبو جهل وأبو لهب والله الذي لا إله غيره. والله لمن فيك يا زيرك تفتح بلاغات وماشي المحكمة، الشغلة بتاعت النسوي ما بتحل لك منها، انت شغلت الحريم دي ما بتحل لك خالص، إشان السمعة وشتموني وما عارف ليك، لا لا ما بتاع ما بتخارج. تعالينا دارينك زي ما يتورط حميدة بصلعة طفش، ما عارف الزول ده مشى وين، تاني ده لما مغناطيس عشان يجي راجع،
انت زي ما تورط حامد السماني تعال انت برضه خش البلد دي عشان تعرف الحاصل شنو، نحلق لك صلعة انت ونعمل لك رجيم تبقى ضعيف شوية كده، انت كلامي ده كتاب الفيوضات الربانية. نخش لك طوالي في الأولياء بتاعيننا نشوف ده الأولياء ما أولياء. كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع وترتيب العارف القطب الرباني سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، كويس، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث، دي طبعة مصر، وفي طبعة هنا حقت الدار السودانية للكتب، طبعتين يعني عشان تعرف انه الناس ديل الكفر بتاعهم ده عالمي ومحلي، هنا في السودان وهناك في مصر، دي الطبعة المصرية عرفتها؟ والكتاب ده يوصي به محمد المنتصر لزيرك، وما تابع للطريقة القادرية، لزيرك قال عنده طريقة براو، وديل من الرجال هم كتفوا فيها ما في واحد فيهم راجل، لكن هم من الرجال اللي بيعملوا طريقة ما مباري شيوخه بس، حدثني سيدي الشيخ لزيرك عن سيدي الشيخ، أنت ما تبقى راجل يا مجرم يا شيطان تعمل لك طريقة براك، ما بتقدر، ده الكتاب ده حقه، ما يقول لك مدسوس، ده بيوصي به لزيرك ذاته، يوصي بهذا الكتاب. طيب نشوف الصوفية عقيدتهم شنو؟ طيب قال بصفحة أربعة يا داب بني نمرة واحد، صفحة أربعة الصوفية قالوا الله بياكل، ربنا تبارك وتعالى انت بياكل، انت كلامي انت، ربنا عز وجل قال وهو يطعم ولا يطعم، دي في سورة الأنعام، لكن ديل قالوا ربنا تبارك وتعالى بياكل، دي عبارة عن ونسة، دي الكلام اللي هنا ده عبارة عن ونسة بين شيخ الطريقة ومع ربنا تبارك وتعالى، قال لك هذه الغوثية وهي بطريقة الإلهام القلبي والكشف المعنوي، ما تقدر تقبض ذاتك، تقول لك لقيت الله وين يا صوفي، يقول لك ده عن طريق الإلهام القلبي والكشف المعنوي، هسه لك الله دي مش سواقة بالغابة ولا بقول لها بشنو ما عارف لك، داسي تقبضه كيف؟ انت قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كاشف الغمة والصلوات على خير البرية، أما بعد قال الغوث الأعظم المستوحش، ها انت انتوا عتالة ولا شيوخ؟ انت كلامي مع احترامنا للعتالة، قال عن غير الله والمستانس بالله، قال الله تعالى، الله قال يعني يا غوث الأعظم قلت لبيك يا رب الغوث، الله قال لي يا غوث، قال لي لبيك يا رب، عشان تقول بالتلفون هؤلاء الدجالين تقول بتكلم مع ربنا تبارك وتعالى. طيب قال كل طور بين الناسوت والملكوت فهو شريعة، وكل طور بين الملكوت والجبروت فهو طريقة، أصل الكلام ده لو قلت له بتاع بنجو ما بتفكها منه، كلام ده ما بتفكها منه، ده دين يا صوفية يا إزيرك يا كلب، وبعد فاتح بلاغ تاني أفتح واحد كده بيقوا اثنين. طيب قال وكل طور بين الجبروت واللاهوت فهو حقيقة، ثم قال لي يا غوث الأعظم ما ظهرت في شيء كظهوري في الإنسان، ده قال لك ربنا عز وجل ما ظهر في شيء كظهوره في الإنسان، ودي العقيدة بتاعت الحلول، إنه ربنا تبارك وتعالى يحل في المخلوقات، وفي الكلام ده يا صوفية يا محمد المنتظر لذلك وافقت النصارى اللي قالوا الله هو عيسى، انت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ديل مع النصارى واحد، انت الكلام ده نفسه بتلقاه في الانجيل وفي التوراة المحرف، ده كلام الصوفية الان، قال اني يا غوث الأعظم ما ظهرت في شيء كظهوري في الإنسان، ثم سألت يا رب هل لك مكان؟ قال لي يا الله عندك مكان؟ طيب قال لي يا غوث الأعظم أنا مكون المكان وليس لي مكان، أنت شفت الكذب؟ وربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم، ربنا عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، في الآية دي يا محمد المنتظر نشطبها يا صوفية، نشطب الآية دي وأوعد قول لي مدسوس، تعال وريني المدسوس ياتوا فيهم، اللاهوت ولا الناسوت ولا الجبروت ولا الملكوت ياتوا فيهم مدسوسة، عشان هذه السفيك بنية أفرتك سنك، أنت المدسوس فيهم شنو يا زيرك؟ كذاب، أي حاجة كفر يقول لك مدسوس،
اي حاجه اقول لك ما تسود ترفع لك كتاب الشعراني جايك له وقاعد هنا احفن كتاب في السودان قاعد بجيك له انت عنده الناس صعبين خالص انت كلامي اي كتاب ترفعه فيه باطل بتاع صوفيه يقول لك ده مدسوس وكذاب ما مدسوس طيب لا نضي الطبعة الرابعة ولا الخامسة للكتاب ما شطبوا ما شطبوا ولا كلمة ولا غيروا ولا كلمة واحدة انت تجي تقول لي مدسوس يا ذلك يا صوفي يا شيطان انت قال ربنا تبارك وتعالى قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير النبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء انت ربنا تبارك وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه وين يا صوفي يرفعه وين إذا كان ده قال أنا مكون المكان وليس لي مكان وده كذب على الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين كذب ولا ما كذب انت الله كلمك بالكلام ده وين أصوف ونحن وقت نجي نقول لك آيات نقول لك الله قال نقول لك لا وهابية الرسول قال وهابية بيجيكم قروش من وين ما عارف انت بليد الله قال ما دار تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما دار تصدق دايرني يا سجمان يا رمضان انا اصدق كلام شيخك اصدق كلام شيخك قال الله قال لي قالت تقلع دروسك يا ايزيرك انت ما بنخليك مش قول شتموني كسروني انت واعمل اغنيه برضو في انت كلامين امشي ما بنخليك نهائي قال ثم سالت يا رب هل لك اكل وشرب اعظم اكل الفقير وشربه اكلي وشربي قال يا الله بتاكل شنو عندك اكل وشراب قال الله قال له للصوفي الله قال له اكل الفقير هو اكلي وشربي يعني اللي بياكله الفقير ترى ده هو بياكله الله انت عند الصوفيه انت راجلك دين من صوفيه الان بعد يجيك اخو مسلم مرضان انت عصام البشير انت ولا الكاروري ولا غيره من اهل البدع في هذه البلاد كاروري ده وزير صح اذا وزير خليناه انت كلامي ده الان يجي عصام احمد البشير تلقاه لانه ما بجوز الكلام في الوزير انت قال لك دي مشكله ثانيه ولا ما بجوز الكلام فيه اذا وزير نتوب الى الله عز وجل بس اخواننا خلينا بوني انت ده الان البشير عصام احمد البشير يجي يتكلم لا ما عصام الكاروري هاي انت عصام احمد البشير يجي يثني على هؤلاء الصوفيه انت ويشارك معهم وانت وقباله اصنع عليهم حسن البنا المصري ومين ما عارف ليك كلهم اهل بدع وضلال طيب قال له شفت الكذبه دي الكذبه رقم واحد الكذبه رقم اثنين وكله كذب طيب لكن دي الدرابات الكبيره ايوه قال ثم سالت يا رب من اي شيء خلقت الملائكه الله خلق الملائكه من شنو من نور صح ولا ما من نور طيب قال قال لي يا غوث الاعظم خلقت الملائكه من نور الانسان شفت الكذب كيف تقول لي ده اللي عندهم علاقه بالقران والسنه بعد يجيك محمد اللمين اسماعيل نتفق معهم في القران والسنه ونتفق معهم قوم كده بالله ده قران ده قال لي خلقت الملائكه خلقت الإنسان أو خلقت الملائكة من نور الإنسان وخلقت الإنسان من نوري ما أعرف نوري للعمار الجيد ولا نوري دي حاجة تانية أنت نوري بتاع شنو الإنسان مخلوق من نور الله عز وجل يا صوفية يا زيرك يا كلب يا مجرم ده دينك أدار تقدمه للأمة ده الدين بتاعك الدائر تمشي تفتح بلاغات شغلت الحريم ده أحسن لي خليها طيب ثم قال لي يا غوث خليه ده ترى اديك حاجه ثانيه مسكول ده كتاب طبقات الشعراني والله يا صوفي الا يجيك تمام الليله ما بنخليك انت عامل فيها ونحن نفتح فيكم بلاغات ودارين يوقفوا الدعوه دي بيحلى مسايد والله بيحلى مسايد وانا ان شاء الله يا صوفي لو لقيتك في الحلم سايد بنجمك انت تقول جاني عفريت ولا حاجه ما بنخليك يا صوفي تنشر الشرك والفساد باسم الاسلام
ده الدين بتاع الصوفية، علم من علم وجهل من جهل ونطط من نطط وبكى من بكى، ده الدين بتاعهم. انت مهما تعمل يا زيرك، تفتح بلاغ، تمشي المحكمة، تشتري المحكمة، تبيت جوا المحكمة، انت يا صوفي ابوك الشيخ ما قلت بيلحق وبينفخ وبيجد الليستيك وما عارف ليك، فاتح بلاغ مالك يا زيرك يا كلب، فاتح بلاغ مالك، ما تقولك يا البرعي اي مزمي الفقير ده عليك الله، انا بقيه عميان ولا غطس حجره، معلومة كورك للبرع ولا هنا ما بيشتغل، هنا ما بيشتغل، انت هنا في قرآن وسنة ناس متحصنين، انت وديل عقيدتهم في الله تبارك وتعالى، لا برع بيعمل لهم حاجة، لا كباشي بيعمل لهم حاجة، انت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء كلهم لا لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، طيب كتبه الله عليك، طيب ده كتاب طبقات الشعراني لازم أقرأه لك عشان ما في جينا صوفي يقول لنا إنتوا قليل أدب وإنتوا بتسبوا وإنتوا بتشتموا، لازم أقرأه، لا بد أقرأ لك الكلام. طيب قال ومنهم الشيخ علي أبو خودة رضي الله تعالى عنه، ده من الشيوخ الصوفية، ده المدديل المدحهم البرعي، انت وبسيدي الشعراني الناشر لعلم الله، انت وبغنوا سايد الليلة لاقتني غنية جديدة كرت على وزني ثلاثة نيسانات يحليل البلوم، والله صحيح ثلاثة طيارات يحليل الرسول مليانة حجيج أنا من الرسول، انت مدح قال انت كلام البرعي بيمدح في العطالة ديل، البرعي بيمدح في العطالة ديل، قال وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة، ده الشيخ إذا شاف له مرأة، والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شفت مرأة هاي غض بصرك، ده شوف ده بيعمل شنو، تقول له ده عندهم علاقة بالدين يا زيرك انت، قال إذا رأى امرأة أو أمرت راوده عن نفسه، دي أنا بقدر أشرح عليك طبعا، راوده عن نفسه طيب وحسس على مقعدته، مش هيهبش فيه، ده الصوفي اذا شاف له مرأة ولا امرت لقى الولد صغير ان شاء الله يلم في لذلك ده يا اخي، ان شاء الله يلم فيه وخليه يحسس على مقعدته ولا يحسس على اي حاجه يريحنا منه انت، قال سواء كان ابن امير او ابن وزير ولو كان بحضره والده بهبش وبهبش انت ما بخليه، ده شيخ الصوفية ديل الاولياء، ديل الاولياء بتاعنكم يا صوفية يا دجالين ديل، وبعد ده نحن ده نوقفكم، توقفونا انتوا، توقفونا انتوا بدا الباطل بتاعك ده، ولسه في كلام لو في صوفي قاعد هنا والكلام ده ما عاجبه اتفضل يا الصوفي اتفضل اقرا الكلام ده، في سطر هنا اذا قريته ان شاء الله 60 سنه ما تخش الحاج يوسف ثاني، تعال اقراه تعال خلي لي زيرك ذاته يجي، ده طبعا بقول لك لا ما تسوس ما تسوس ده ما تسوس يا ولد، انا عندي طبعتين للكتاب ده نفس الكلام قاعد نفس ال اقول لك شنو انا يعني انت كله عفن وكلام فارغ ولسه فيها باطيل كثيره قاعده هنا، لكن الشيخ الاستاذ ابو بكر اداب وصل فليتفضل مجديا مشكور. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.